يا الله، ما أجملها سورة مريم. يعني تأثيرك فيها شعورية بالرحمة عظيمة جدا. ذكر فيها لفظ الرحمة 12 مرة، وهذا لم يحصل في أي سورة أخرى. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول: وحنانا من لدنا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: معنى الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عليه. يا أخي شوف الرحمة، يقبل عليك وأنت معرض عنه. يا رب سامحنا، اغفر لنا، تجاوز عنا فيما قصرناه في جنابك يا رب العالمين.